هاد العام احتفال بعاشوراء راه هو كاين، ولكن راه واحد شغنقولك ما نقولكش 50% اكثر، واحد 70% ديال النقص كاين، لا من ناحيه الكيفيه، لا من ناحيه البيع والشراء، لا من ناحيه داك الرواج اللي كنتي كتشوفي وكتقولي عاشوراء الدراري كيهزوا الطريجة يشريوا كيبقاو يطبلوا، وديك الشيء كتشوفي الفرحه في عينين الدراري. دابا حتى الدراري الصغار انت عارفوش عارفين كوفيد، عارفين كوفيد 19 وعارفين راه كاين المرض شي، كتلقاهم ساكن الحمد لله ماشي خارجين مع والديهم وهذا وهذا، والناس تبارك الله اللي كبار راه هما كيديروا كيشريوا شويه الفاكهه لوليداتهم، كل كيشري على قد جهده كيفرحوا وليداتهم في ديورهم، وما كاينش ديك كانوا العائلات اللي متقاربين ديك ليله كبيره د عاشوراء كيجي كل شي كيمشي عند شي، وكتشوفي الطعارج كيتهزوا في المدينه كتسمعي الطبال في الدير وداك الشيء. دابا الصمت سكوت. هذا العام ناقص بالنسبه هنا للمدينه، الحركه ناقصه معنى الكلمه، كاين لا يعني ما كاين لا رواج لا والو، الحركه واقفه بالنسبه على هاد السنين اللي دازت. اليوم اللي دازت كان شويه بالنسبه كان شويه كان كيف ما كان الحال، وهذا العام بالنسبه ما كاينش هذه البنادم داك الشيء اللي الانسان كتحط داك الشيء، خصوص المدينه القديمه هنا الحركه واقفه فيها ما كاينش. ايوا الحركه يعني ماشي بحال العاديه بحال اللي كانت، الناس تحتفل بعاشوراء وتشتغل بهذا. دابا هاد السنه هذه للاسف بحال ما كاين والو، بحال ما كاين حتى حاجه، ما كاين شي علامات مؤثره ديال عاشوراء، دايزه عاشوراء رسميه عاشوراء وصافي راه هي دايزه. مقارنه الاعاب والبيش تيكون واحد الاقبال كثير كثير على هذا الشيء، هذا الشيء ديال اللعاب وهذا الشيء ديال الطعارات وهذا الشيء ديال البنادر بزاف تيكون. يعني انت مولف كل سنه وكل مره؟ اه مولف كل سنه تتسالى لي السلعه، تتسالى لي السلعه قبل لا توصل نهار عاشوراء تتسالى السلعه، ما تتبقاش نهائيا حتى عند صحاب اللي تيبيعوا بالكرو تتقادى. دابا السلعه كثيره كاينه، ولكن اللي غادي يشري ما كاينش الشاري نهائيا. الاحتفال تيبدا من الدراري الصغار، تنجمعوا شعاله تنديروا تيتجمعوا ولاد الحومه العيالات فهمتي، تنديروا واحد الشعاله كبيره تنحتفلوا بها فهمتي. دابا هذا العام ما كاين فهمتي، كلشي الوباء، الوالدين مخايفين والدراري كاين اللي تسد عليهم مو كل واحد وكيفاش فهمتي، ما والو ما كاينش هذا الاحتفال مره. تحتفلوا تيتجمعوا الدراري البنات كلشي فهمتي، حق بابا عاشور فهمتي. دابا ما كاين والو، شويه هذا العام شويه الحركه ناقصه، والله يجعل البركه ما يخص خير، الفواكه راه موجوده كلشي الخير موجود هذا العام، السلعه ديال المغرب ديال برا الحمد لله كلشي مزيان، السلعه موجوده هادشي العاطل. عاشوراء دابا ماشي بحال عاشوراء اللي دازوا، لازم طبيعه الحال راه باينه القضيه، لحقاش كاين هذا الوباء الله يجعل صدر ربي يهز علينا هذا الوباء وداك الشيء. حتى واخا هاد العاشوراء بالنسبه للمرض وبالنسبه للكورونا وداك الشيء راه مزيان، بنادم راه تيعطيو الناس راه باقي فيهم الخير الحمد لله، راه بخير وعلى خير وعواش مبروكه للجميع، وشعبان وعاشوراء والكفوف المنصوره وسيدنا محمد زين الصوره، الله يهز عنا هذا الوباء، الله يجعل صدر ربي ينصر سيدنا، والله يحفظ جميع المسلمين فين ما كانوا وجميع الناس حتى هما كاملين، والله ينصرنا والله ينصر جميع المسلمين، الله يحفظكم وشكرا. يا رسول الله يا الله يا نبينا يا حبيب الله، يا الله يا نبينا يا رسول الله. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.